بلدي دولة عظيمة. منذ قليل في بيان مهم صدر على لسان المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. دولة ما بتنساش العظماء، ما بتنساش رموزها، سواء من هم على قيد الحياة أو من توفاهم الله. كل رموزها سيادة الرئيس ما ننسيش حد. على مدار الفترة اللي فاتت عارفين حضراتكم عاملين تطوير في بعض المناطق، في مناطق المقابر والحديث عن العظماء وكل من قدم للوطن خدمات لهذا الوطن، ويلحقوا المقبرة بتاعته اتشالت والمجموعة التانية اتشالت، وكان في كلام كتير قوي خلال الفترة الماضية. سيادة الرئيس كالعهد قرر تشكيل لجنة يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. هتعمل ايه اللجنة؟ شوفوا بقى عظمة مصر، شوفوا عظمة مصر. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات. بصوا إمتى توصيات تخلص؟ إمتى ويتم الإعلان عنها؟ الرأي العام تعلن لمين؟ لمين؟ للرأي العام قبل بداية شهر يوليو القادم. احنا بنتكلم على 17-18 يوم اللجنة دي تبدأ وتشتغل وتعمل وتعلن التوصيات، اعلانها لمين؟ للرأي العام. يعني نتكلم على 18 يوم من النهاردة اللجنة تكون خلصت واشتغلت وقالت هنعمل ايه ويتم النقل ازاي وحالات الضرورة ايه، وندرس البدائل المتاحة قدامنا، ويكون في رؤية متكاملة تماما واعلان التوصيات للرأي العام. سيادة الرئيس وجه بايه كمان؟ انشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير حاجة عظمة، والله حاجة عظمة، فخر كمان. الوطن ما بينساش أبدا، العظماء ولا ينسى أبدا رموزه أبدا في أي وقت. كل الناس اللي ضحت واللي قدمت واللي ساهمت وكان لها دور وإسهام في رفعة هذا الوطن هناك تقدير رئاسي. الموضوع يا جماعة مش ما تاخدوش الفكرة على لا حكاية، اللي بيتعمل ده هو ده التقدير بجد. هجوم كانت على الدولة، الدولة شوف الدولة رايحة فين ورايحة تعمل ايه. مقبرة الخالدين ومتحف كمان، نتكلم على عظماء مصر كل واحد له سيرة ذاتية اسهاماته ايه تبقى موجودة على المقبرة، بحيث تكون كمان نتكلم على كله، شخصيات دينية، شخصيات اسلامية، ثقافية، علمية، أي شخصيات، رموز فنية، أي شخصيات قدمت وأسهمت من أجل هذا الوطن. مقبرة الخالدين لمين؟ لهؤلاء العظماء كلهم، مفيش استثناء لأحد، وتاريخ وحضارة، بحيث كمان تبقى ناس شوفوا عظماءهم عملوا إيه، اللي يقرأوا عنهم في الكتب والتاريخ عملوا ايه هتجد على المقبرة.
فبنتكلم هنا على كمان هيبقى في متحف يتضمن سيرة ذاتية لكل عظيم وكل مؤرخ وكل رمز تاريخي وكل فنان وكل كل واحد قدم لهذا الوطن. طبعا بعضهم كان وقتها وقت ما قالك شفتوا ضيعوا وضيعوا التاريخ الناس وعملوا، لا، الدولة عندها رؤية، الدولة ما بتضيعش، الدولة بتحفظ وتحافظ وتعمل اللي يليق باسم العظماء واسم هذا الوطن، مش أي حد، مش لا مش على لا، وكل عظماء مصر. ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها وتراثها ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال. هو في أروع من كده؟ في أفضل من كده؟ هو دي، هي دي الدولة، هو ده رئيس مصر، يحترم الجميع ويقدر الجميع وكل من له إسهام من أجل هذا الوطن محدش بينساه. لسه كنت بتكلم امبارح على الصعقة وهتكلم على الصعقة بعد قليل. شكرا لهذا الرجل العظيم، تحرك وتحرك تاني زي ما يقول كده فكرة خارج الصندوق، هي دي الأفكار اللي خارج الصندوق، ولا جت على بال حد ولا حد كان بيفكر، عشان ما حدش يقول كنا، لا جاتش على بال حد، ما شفناهاش يعني، بس شفناها النهاردة. يستحق التقدير كالعادة والاحترام كالعادة والشكر كالعادة. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاني بقول شكرا، لأنه النهاردة بنتكلم على رموزنا. أيوة، هتعمل لهم ما يليق بيهم، مش زي ما قالوا هدوا وبيهدوا وبيضيعوا، لا، مصر ما بتضيعش، مصر بتحافظ وبتعمل ما يليق باسم العظماء وإسهاماتهم وباسم دولة عظيمة بتعرف هي شايفة إيه ورايحة لإيه.